ليس سهلاً أن تتحكم بالحياة الاجتماعية والنشاطات اليومية لأقلية تبلغ 2% تعيش في قلب المجتمع الكندي الأكبر في أمريكا الشمالية، والأصح النظر إلى الصورة غير العادلة للمسلمين التي ابتكرتها وسائل الإعلام الغربية. عدد كبير من غير المسلمين الذين لا يعرفون المفاهيم الإسلامية لا يمتلكون أي فكرة عن حياة الفرد المسلم بما يخص الشعائر الدينية. أنجي بالاتا طالبة علوم سياسية في جامعة تورونتو، إنها فتاة مسلمة ترى أن الحجاب يؤدي إلى إثارة فضول عدد كبير من الكنديين حول نمط حياتها وأفكارها. ليس سهلاً أن تكون مسلماً، فأنا فخورة جداً بكوني مسلمة. هل يعني هذا أن حياتي سهلة؟ كلا، فمعظم الأحيان من الصعب أن تكون مسلماً، وأحياناً أن تكون الجامعة. أحياناً أريد أن أكون طالبة جامعية فقط، لا أريد أن أكون مسلمة، لا أريد أن أكون عربية، لا يهمني أن أكون أياً من هذه الأشياء التي أنا عليها الآن. لا أستطيع أن أترك هذا الأمر يأتي إلى ذهني، لأن هويتنا هي نحن. الآن إذا فكرنا في أننا إذا تعاملنا مع الصعوبات والمحن يمكننا أن نحلها عن طريق الاستسلام للضغوط، فإذا هناك خطب ما فينا. أتمنى أن لا يكون هذا الأمر خيارا أمامنا، وأن نقع تحت عبء التجارب والمحن. إن شاء الله سنثابر. أتمنى في نهاية هذه الأمسية أن نتفق على أننا سنتخطى هذه المرحلة، وسنعبر على رأس الأمور، وسنبني مستقبلاً جيداً لمجتمعنا ولأمتنا إن شاء الله. لحماية هويته ومحاولة ممارسة المراسم الدينية في الوقت الذي يقوم بالموافقة بينها، تعتبر الحياة الاجتماعية القضية الأكثر أهمية للمسلم الكندي. الطلاب عادة ودودون ولطفاء جدا ومحترمون. أما الطلاب المسلمون فيميلون إلى كونهم مراعين أكثر للأساتذة والأشخاص في مواقع السلطة أكثر من الطلاب الكنديين العاديين. أظن أن هذا يعود إلى أن تقاليدهم تنطوي على الاحترام للعلم، وهناك نوع محدد من السلطة الأكثر واقعية في التقاليد الإسلامية الكبرى. ولكن بشكل عام الطلاب المسلمون هم كالجميع، لديهم أشياء يريدون إنهاءها، يريدون تحقيق أشياء محددة، يريدون أن يحصلوا على وظائف جيدة عندما ينتهون، يريدون أن يعيشوا بسلام مع الناس، ويريدون أن يحصلوا حياة مزدهرة وأن يتزوجوا وينجبوا الأطفال. أنا أعتقد بالمناعة، أعتقد أن الناس الذين لديهم البكتيريا هم أقل عرضة للإصابة بالميكروبات لأن لديهم مضادات. أريد أن يعرف هؤلاء الأطفال الصغار ما هو صواب وما هو خاطئ. لا عجب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون هناك وقت حيث إن أولئك الذين يتبعون طريقه سيحصلون على ثواب الشهيد في الآخرة. عندما تعيش في قلب مجتمع غربي فيه أغلبية مسيحية، الخيار الصحيح هو عدم العزلة. تربية الأطفال هي أحد الهموم الكبرى للعائلات المسلمة في كندا عن طريق متابعة بيئة المنزل والتجارب الخارجية. أعتقد أن المسلمين يمتلكون فرصة. هناك الكثير من التحديات بما يتعلق بالحفاظ على إيمانكم، أن تكونوا في الوقت نفسه مواطنين جيدين، مواطنين كنديين حريصين تهتمون بسلامة البلد، وذلك عن طريق المشاركة في العملية السياسية وعن طريق تثقيف أنفسكم حول مختلف القضايا والحديث عنها لأصدقائكم وجيرانكم وللصحف بأي آلية
آلية كانت، وإضافة إلى ذلك أن ترشحوا مرشحاً جيداً ليمثلكم، سواء في البرلمان المحلي أم في البرلمان الفيدرالي. Self-respect or the image of one's comes from one's own self-identity, and that self-identity is based on many things, and one of them is a religious identity. لكن هناك الكثير من التحديات. هناك تربية الأولاد والأبوة، تربية الأولاد كمسلمين، تغرس فيهم مبادئ الإسلام، الخوف من الله الخالق، الحذر بالتمسك بما هو صالح وترك ما هو سيء، والتمسك بالطريق الصحيح، تحديات حول إبراز الصورة الحسنة للإسلام، تحديات في المساهمة. لا يمكننا أن نأخذ فقط، علينا أن نعطي. إلى متى سنستمر بالأخذ؟ كما قالت الجدة، الحقيبة فارغة الآن، لا يوجد ما يمكن أخذه. لذا أعني، لا يمكنك أن تأخذ وتأخذ وتأخذ، عليك أن تعطي. إنها عملية الأخذ والعطاء، على المسلمين أن يساهموا. نحن المسلمين الذين نعيش في الغرب حاولنا أن نكون جزءاً من المجتمع، لذا تخلينا عن هويتنا الخاصة، قررنا أن لا نكون مسلمين، نريد أن نندمج فقط. وعند محاولتنا الاندماج نسي الكثيرون منا أننا مسلمون واقعاً، وأنه لا خطأ في كون الفرد مسلماً، وتم تضليلنا لنعتقد أن الاندماج يعني التخلي عن هويتنا، والدين هو جزء من الهوية. لحماية الهوية الدينية في حالات معينة، فإن أداء صلاة الجمعة هي إحدى أهم الشعائر التي يحييها المسلمون الكنديون. كل جمعة يشكل عدد من المساجد في تورونتو الكبرى ميداناً لصلاة الجمعة. يجب على الفرد أن يعرف أن أيام الجمعات ليست أيام عطل في كندا، والمسلمون الذين يمارسون العبادات يتوقفون عن العمل لأداء صلاة الجمعة. يلقي الإمام الخطبة باللغة الإنجليزية كي يتمكن أي مسلم حاضر من أي خلفية وطنية أو عرقية أن يفهمها ويستوعبها. لا يمكن أن تكون خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية. لماذا؟ يقولون إنها بدعة. عندئذ قلت إن الله قال إن لا رسول بعث من قبل إلا بلسان شعبه كي يتمكنوا من فهم ما يقول. أنا أيضاً علي أن أقوم بهذا الشيء، وقلت: تقولون إنها بدعة أن نلقي خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية، لماذا؟ قالوا: لأن الرسول لم يقم بذلك. فقلت: الرسول من أين؟ فقالوا: من جزيرة العرب. إلى من كان يتحدث؟ إلى العرب. هل كانوا يفهمونه؟ نعم. حسناً، أنا هنا. ما هي اللغة الأساس التي يتواصل الناس من خلالها؟ الإنجليزية. كيف أستطيع أن أتحدث إليهم باللغة العربية؟ ازدياد عدد المصلين أحياناً يجبر على أداء الصلاة مرة أخرى للمجموعة التي لم تحظى بالمكان لتؤدي الصلاة الأولى. صلاة الجمعة مناسبة جيدة للمسلمين كي يقدموا صدقاتهم في صناديق المساجد ليتم صرفها على شؤون المسجد التي تمنح دائماً مقابل مشاركات المسلمين. عادة تقوم مجموعة من المتطوعين بالطبخ وبيع الطعام الحلال لدعم القضية.
في هذه الأثناء تشكل صلاة الجمعة فرصة جيدة كي يقوم المسلمون بالاطمئنان على بعضهم البعض. وكجميع التجمعات الإسلامية الأخرى، ينصح إمام الجمعة ببعض التعليمات الروحية ويدعو الحاضرين إلى التقوى، كما يتحدث عن أهم القضايا التي تخص المجتمع الإسلامي. بين الحين والآخر، تمنح صلاة الجمعة الوقت المناسب لأولئك الذين يريدون اعتناق الإسلام، حيث ينطقون بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بمساعدة الإمام. إن نشاطاتي اليومية كمسلمة هي نمط حياتي وإيقاعها، لأن إحدى الأشياء التي تعلمتها والتي من المفترض أن تكون، وهي ليست سهلة، أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن محياي ومماتي لله، وأنا أجاهد لأجسد هذا الأمر، وهذا هو الهدف الذي كان يفترض بي أن أقلده. الآن تعرف أنه في حياتنا الحاضرة هذا ليس أمراً سهلاً، لكنني أحاول مراجعة نفسي والسؤال: لماذا أنا هنا وماذا أفعل وهل نيتي سليمة؟ أنهض في الصباح لأصلي، ومن ثم أتناول الفطور وأقوم ببعض القراءة الروحية لأجهز نفسي لليوم. أتناول الفطور وآتي إلى المكتب وأنشغل من 9 حتى 7. لدينا حرية الصلاة هنا. هناك عمال من جنسيات متعددة ومنهم مسلمون، وأنا أصلي في أوقات الصلاة هنا في المصنع مهما كان الوقت، لا يلزموننا بوقت محدد. الإسلام بالنسبة إلينا أصبح شيئاً نضعه على الحائط وفي غرف الجلوس. إذا سألنا أحدهم ماذا تقول هذه، نقول: لا ندري، لقد ابتعناها منذ 10 سنوات ولم يتسنى لي الوقت لأقرأها. الخط الموجود بها حسن، لماذا تضعها على الحائط؟ أحب أن يكون لدي بركة في منزلي. هذا ما أصبح عليه الإسلام لبعضنا. يقيم المسلمون مهرجاناً إسلامياً منذ سنوات عدة. يقام المهرجان في تورونتو في خلال الصيف، ويمنح فرصة جيدة للمسلمين لتقديم مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية الإسلامية. إلى جانب المهرجان، يقام معرض إسلامي صغير للتعريف بأصحاب الأعمال المسلمين ومنتجاتهم وسلعهم. أقسام التدريب ومعارض الفنون لأعمال أنجزت على أيدي فنانين مسلمين هي بعض الجوانب الأخرى من المهرجان. تؤدى عروض مختلفة بما فيها مسرح الأطفال الذي يقوم به داود علي وفرقته، كما يؤدي داود حفل أناشيد إضافة إلى منشدين مسلمين آخرين. جميع الكتابات تتضمن مفاهيم دينية واجتماعية عميقة. إن سقف الزواج هو الثقة. إذا انعدمت الثقة بين الزوج والزوجة، يدخل الشيطان بينهما وينفخ في أذني الزوجة: إنه يخونك وأنت لا تعلمين.
ومن ثم ينفخ في أذني الزوج: إنها تخونك، إنها لا تحبك، هي ليست مناسبة لك، ابحث عن امرأة أخرى. إذن ما يجب أن يفعله الزوج هو أن ينتهز الفرصة من أجل توطيد العلاقة الزوجية. اجعل الثقة هي سقف المنزل. مراسم الزفاف هي أحد أهم مظاهر الحياة الاجتماعية الإسلامية. هذا يعني أن الزوجين يفضلان الزواج بحسب طريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. With peace and justice. The Almighty Allah bless you with the charm and elegance with which He blessed Prophet Joseph, alayhi salam. And may you find the nearness as that which Prophet Muhammad, sallallahu alayhi salam, found with him. على الرغم من أن الزفاف يتم بشكل متوافق مع القواعد والقوانين الكندية وبالاستناد إليها، إلا أنه يحتفل بها وفقاً للثقافة الإسلامية من حيث الأسلوب والتجمع. تجلس العروس في غرفة مع والديها وتستمع إلى الإمام الذي يلقي الخطبة. في الخطبة يقدم الإمام توصيات أخلاقية ويخبر الزوجين على المسؤوليات التي سيطلعان بها، وبعد إلقاء الخطبة يذهب العريس إلى العروس ويرافقها إلى المكان الذي سيذهب إليه الضيوف ليقدم التهنئة لهما. By acknowledging our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, by saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal Aqibatu Lil Muttaqeen Wassalatu Wassalamu Ala Rasulihi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahabi Ajma'een Bi Rahmatika Ya Arhamar Rahimeen Inna Allahu Malaikatu Yusalluna Ala Nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفجوة بين الأجيال والتحديات التي يواجهها الأهل مع أولادهم هي إحدى القضايا الأكثر أهمية للعائلات المسلمة في كندا، غير أنه لا يوجد حل محدد وجاهز لهذا الأمر. حسناً، لدي أولاد، لدي ولدان، وأنا قلق حيالهم لأن السوء بارز في المدارس العامة. أريد أن أحمي أولادي من هذا الأمر، وأريد أن أمنحهم تربية إسلامية، لأن الإسلام هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا. مثلاً أنا لا أمتلك تلفازاً، ونحن لا ننوي أن نشتري واحداً، والأمر الآخر هو التدريس في المنزل. نحن جديون في النظر في أمر التدريس في المنزل. لا شك في أن الحلول يجب أن يتم البحث عنها داخل العائلات نفسها، وفي وقت كانت الأسس العائلية متزعزعة في الغرب حيث تم استبدال الروح العائلية بالروح الفردية، كان للمسلمين أفضل أسس عائلية. أظن أن عدداً من الأهالي سواء أكانوا متدينين أم لا هم خائفون من فقدان الأولاد للثقافة أو للهوية بما فيها الدين واللغة وإلى ما هنالك.
لديهم الحق من ناحية أن يخافوا، لكن في الوقت نفسه عليهم أن يبدأوا بإدراك أن المجتمع الكندي الذي نعيش فيه هو جزء منا، نحن لا. على سبيل المثال، أمي تعرف عن نفسها في المقام الأول على أنها مصرية مسلمة وثم كندية. على المقلب الآخر، أعرف أنا عن نفسي على أنني كندية مسلمة وثم مصرية. إن عدداً كبيراً من الجيل السابق لا يدركون أننا بقدر ما نحب الدول التي أتى منها أهلنا، فإنها ليست موطننا. الانتباه إلى متانة العائلة وقوتها وإلى توصيات رسالة الإسلام حول الاهتمام الجيد بالأولاد هو الشأن الأكثر أهمية للوالدين المسلمين، وقد تكون هذه إحدى أفضل الهبات من المجتمع الإسلامي الصغير إلى كندا. كنت أعمل. أحد القوانين في هذا المنزل كان أننا بمجرد أن نصل من المدرسة أنا والأولاد كنا نصعد إلى الأعلى ونتوضأ، وقبل أن يقوموا بأعمالهم المدرسية عليهم قراءة القرآن وأخذ درس ديني معي لمدة ساعة، وكان هذا يشكل ضغطاً كبيراً علي، لأن تعليم أولادك ليس أفضل طريقة لتعليمهم. في يوم من الأيام أسرعت بالدخول، وكان لدي مقابلة للمعلمات عند الساعة 6 ويوم مفتوح في المدرسة، فأسرعت بالدخول وقلت بسرعة للأولاد توضأوا واجلسوا على الطاولة وابدأوا بقراءة القرآن. وفي الوقت الذي كانوا يقرؤون فيه القرآن كنت أروح وأجيء وأحضر الطعام لأتأكد من أنهم أكلوا كي نتمكن من الذهاب مجدداً، وسمعت ولدي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات يقول لي: أمي، لما لست معنا هنا تقرأين القرآن؟ فقلت: أنا أحضر العشاء. فقال: إذا كان هذا الأمر مهماً جداً بالنسبة إليك فلما لست هنا؟ لما تقومين بشيء آخر؟ فتوقفت فوراً وقلت: أنت على حق، إذا اضطررنا فسنتناول ساندويشاً. عدت وجلست معهم مدة ساعة فقرأنا القرآن وأعطيتهم الدرس الديني كالمعتاد، وكانت هذه رسالة مهمة مفادها أن واجب التعلم الديني هو الأهم. الله أكبر، الله أكبر.